أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. على موقع الحرة: تظاهرات في الناصرية ومدن عراقية احتجاجا على عمليات اغتيال الناشطين. على الزمان: مفاجآت الموازنة تتسبب بموجة غلاء تجتاح الأسواق في العراق. على العربي الجديد: أربيل تطالب التحالف الدولي بموقف من اعتداءات حزب العمال الكردستاني. في القدس العربي: الرئيس اليمني يعلن تشكيل الحكومة الائتلافية بعد تعثر دام أكثر من عام. وعلى الخليج الإماراتية: وزير الخارجية الكويتي: الرياض تستضيف قمة خليجية في 5 يناير المقبل. وعلى البيان الإماراتية: كورونا يحتجز ماكرون ويعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية. في العرب اللندنية: إيران تهاجم مقترح الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعقد اتفاق نووي جديد. يكرر قادة الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية وحتى رئيس الوزراء تصريحاتهم ووعودهم بأنه سوف يتم القبض على قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم. سامي الزبيدي يقول في صحيفة الزمان عن هذه الوعود أنها لن تتحقق لعدم وجود إرادة حقيقية وإجراءات عملية وواقعية وقوية لدى الأجهزة الأمنية وقادتها للتصدي لمنفذي عمليات الاغتيال والخطف. عمليات الاغتيال والخطف للناشطين في التظاهرات مستمرة، وعملية اغتيال الناشط صلاح العراقي لن تكون الأخيرة بكل تأكيد، في ظل صمت الأجهزة الأمنية بل وعجزها وعدم تدخلها حتى عندما تقع عمليات الخطف والاغتيال بالقرب منها وأمام أنظارها، والأسباب معروفة. فالأجهزة الأمنية عاجزة تماما عن مواجهة الميليشيات وعناصرها التي تنفذ عمليات الاغتيال والخطف، لذا فإن عمليات قتل المتظاهرين والناشطين في التظاهرات السلمية وخطفهم لن تتوقف، وهي لم تتوقف منذ اندلاع انتفاضة تشرين من العام الماضي وإلى أيامنا هذا، ما دام المجرمون طلقاء ولن يطالهم العقاب لأنهم محميون من كتل وأحزاب وميليشيات متنفذة. وقد تكررت عمليات الاغتيال والاستهداف خلال الأيام القليلة الماضية في بغداد والبصرة وذي قار وميسان لعدد من الناشطين في التظاهرات. إن هذه الجرائم لن تتوقف إلا عندما يتم إلقاء القبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء لينالوا العقاب المستحق، وعندما تعرف الجهات التي تقف وراءهم وتحميهم، وهي جهات معروفة لرئيس الوزراء وللأجهزة الاستخباراتية والأمنية. أما إذا لم يتم إلقاء القبض على المجرمين ومرتكبي عمليات الاغتيال فإن هذه العمليات ستستمر، لأن الجناة في مأمن من العقاب ومحميين من أحزابهم وميليشياتهم. الكاتب يدعو الأجهزة الأمنية إلى عدم التهاون مع المنفذين مهما كانت هويتهم ومرجعيتهم، وعدم التستر عليهم أو إطلاق سراحهم بصفقات مشبوهة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة مستقبلا، ولمن يستخف بدماء العراقيين وينفذ أوامر أحزاب السلطة، أحزاب الفشل والفساد والقتل والإجرام. في صحيفة العربي الجديد: يواجه الناشطون المدنيون في العراق عملية تصفية ممنهجة ارتفعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة، قلة تلك التي تجرؤ اليوم على توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى المنفذ والمخطط الذي يستهدف أبرز الوجوه الفاعلة في انتفاضة تشرين، فلا أحد يريد أن يواجه المصير نفسه، يكتفي كثر بالتلميح فقط. يتحدثون عن الإمكانات المتوفرة للمنفذين وأهدافهم، كما عن تقصير فاضح من الحكومة في ملاحقة المتورطين. هذا ما أشارت إليه جمانة فرحات في صحيفة العربي الجديد. نطالع. جل ذنب هؤلاء أنهم خرجوا إلى الشوارع مطالبين بتغيير حقيقي، لا على غرار شعارات التيار الصدري وباقي الأحزاب الشكلية والتي تضمر أكثر مما تظهر. لم ينجر الناشطون إلى فخ اتهام قوى سياسية دونا عن غيرها بالفساد.
خطورة الناشطين بالنسبة إلى هذه الطبقة السياسية ومن يدعمها أنهم أثبتوا امتلاكهم منذ اليوم الأول لحراكهم ما يكفي من الوعي لإدراك أن التغيير لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، وأن تظاهرة هنا أو هناك على فترات متباعدة زمنيا لن تنتج شيئا في مواجهة طبقة سياسية متجذرة في الحكم منذ أكثر من 15 عاما تتبدل وجوه فيها من دون أن يتغير نهجها. لهذه الأسباب اختاروا استراتيجية واضحة في إدارة الانتفاضة عبر الضغط المكثف والمتواصل من بوابة الاعتصامات الثابتة، وعلى الرغم من كل القمع الذي تعرضوا له أثبتوا قدرة على الصمود وعدم الانجرار إلى مربع الاستفزازات. والأهم من ذلك كان يقينهم المبكر أن إحداث تحول حقيقي في العراق لا يقتصر على بضع مطالب اقتصادية واجتماعية ترفع، فالمعركة ليست ضد الفساد فقط بل ضد الطائفية وويلاتها. ومن هنا حضر شعار العراق المدني خيارنا، وقد أطلقه الناشط صلاح العراقي الذي اغتيل مؤخرا. الكاتبة ترى أن أكثر ما يثير هلع القوى السياسية من المتظاهرين هو طرحهم الرافض للتبعية والارتهان للخارج، وهو ما يجعل قوى سياسية وتشكيلات عسكرية تعتبر أنها مهددة في وجودها، فاستحضرت كل ما في جعبتها من اتهامات بحقهم، وعندما فشلت جميع محاولات الترهيب تم الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها تصفية أكبر وأكبر قدر ممكن منهم، وذلك كله يجعل الفاعل معلوما وليس مجهولا. مع اقتراب السباق الانتخابي نحو البرلمان ورئاسة الحكومة في الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران المقبل، بدأنا نسمع بكشف ملفات مخيفة وخطيرة ربما ستقلب المشهدين الأمنية والسياسية في العراق. جاسم الشمري يرى في موقع عربي 21 أن العراق مقبل على مرحلة حرب ملفات بركانية وقودها جرائم خطيرة ومذهلة. نتابع. في العاشر من كانون الأول 2020 فجر رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي قنبلة تضمنت اتهامات واضحة لرئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، إذ قال إن الطائرة الأمريكية التي اغتالت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد حصلت على موافقة عراقية. وكالعادة بقيت اتهامات العبادي حتى الساعة في دائرة الرأي والرأي الآخر دون فتح تحقيق رسمي في الموضوع. وضمن لعبة الملفات أيضاً تمت عملية اعتقال زعيم سرايا الخرساني حامد الجزائري بعد أن جرد من منصب قيادة اللواء 18 التابع للحشد الشعبي نهاية أيلول الماضي. وبعدها بأقل من 24 ساعة تم اعتقال علي الياسري أمين عام سرايا الخرساني وغلق ما سميت مقرات مخالفة واعتقال العشرات من الحشد. إن الاعتقالات تدخل ضمن لعبة فتح الملفات ولا علاقة لها بتطبيق القانون، لأن هناك قيادات أخطر من الجزائري والياسري، وهؤلاء أحرار طلقاء ولم يتهموا ولو بطريقة غير مباشرة بأي جريمة من الجرائم الثابتة ضدهم. حرب الملفات في العراق تتنامى، وآخرها الملف الذي فتح يوم الاثنين الماضي، إذ قررت محكمة التمييز منع رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري أبو مازن من المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد تشكيله لتجمع مناوئ لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. الكاتب يرى أن حروب الملفات ستستمر حتى الانتخابات المقبلة وستطيح بقيادات كبيرة وربما سيكون من بينهم رئيس الحكومة الكاظمي، وقد نكون أيضا أمام تصفية جسدية لقيادات فاعلة. العراق مقبل على مرحلة حرب ملفات بركانية وقودها جرائم خطيرة ومذهلة. لبنان انتهى كدولة ومنظومة سياسية وإدارية، السلطة فيه اليوم عبارة عن توافق مافيوي بين ممثلي مذاهبه وطوائفه، والرؤساء هم أسوأ ما للمافيات من زعماء. حازم الأمين يقول في موقع الحرة إن مشكلة رعايا المافيات ومواطنو بؤرها ومساحات نشاطها هو أن العالم الذي يشهد كل يوم على سوء السلطة وعلى تفككها لم يسلم بعد بما يعاينه ويختبره. نتابع.
جاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان مرتين وتلقى وعدا من المافيا بأن حكومة من اختصاصيين من غير الحزبيين ستتشكل في غضون أيام، ومضت أشهر ولم تتشكل الحكومة، وها هو على مشارف الزيارة الثالثة وستكون المافيا نفسها في استقباله. آخر فصول الأداء المافيوي كان رفض وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي تنفيذ قرار قضائي يقضي بتبليغ رئيس الحكومة حسان دياب أمرا قضائيا ينص على ادعاء قاضي التحقيق في جريمة المرفأ فادي صوان عليه بقضية انفجار المرفأ هو وثلاثة وزراء سابقون للأشغال العامة. الوزراء المدعى عليهم تحصنوا أيضا بالمجلس النيابي، هذا المجلس يرأسه الشيعي، وفي هذا إشارة أخرى لنوع مشابه من الحصانة. وهذه حسابات تفوق دماء اللبنانيين المهدورة في الانفجار أهمية وقيمة. فوظيفة السياسة في دولة المافيات هي حماية المرتكب. المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع هذه المهزلة بصفتها صادرة عن دولة وعن كيان سياسي يملك شرعية. لم يبقى شيء لم تقدم هذه السلطة على انتهاكه، السرقة والكذب وتكميم الأفواه وتهريب العملاء وتبييض الأموال والقتال خارج الحدود، وكل هذا يجري على مرأى ومسمع من العالم. وحتى الآن لم يعلن هذا العالم سحب اعترافه بهذا الكيان المافيوي. وبحسب الكاتب أن الطبقة الحاكمة تستبق النهاية بمحاولة السطو على آخر ما تبقى من الإرث، وهي إذ تعجز عن تخيل شكل للنهاية، تعتقد أن فسادها سيعقبه نظام فساد آخر تتمكن فيه من التقاط أنفاسها، وأن الناس غنم ستخضع لأقدارها. فالجشع الذي لم تروه ولم تروه كل السرقات المعلنة التي شهدها العالم كله لا يمكن لعاقل أن يفسره إلا بوصفه شعورا لدى أصحابه بأن المزيد من السرقات أمر ممكن، وأن الكف عنها سيتيح لآخرين استئنافه. قالت صحيفة واشنطن بوست إن اتفاقيات الشرق الأوسط التي وقعت برعاية الرئيس دونالد ترامب جيدة لإسرائيل، لكنها قامت على مقايضة سيئة. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن الإعلان عن الاتفاق بين الكيان الصهيوني والمغرب لتطبيع العلاقات بينهما لم يكن متوازنا، ومثل بقية الصفقات التي تم التفاوض عليها برعاية من ترامب كانت تحتوي على اعتراف دبلوماسي بإسرائيل وتنازلات كبيرة من الولايات المتحدة في أمور أخرى لا علاقة لها بالتطبيع. نتابع. الصحيفة أكدت أن قضية السلام مع إسرائيل هي بالفعل جديرة بالاهتمام، لكن فوائد أي خطوات تطبيع ستكون محدودة للغاية طالما فشلت تل أبيب في التوصل إلى حل للصراع مع جيرانها المباشرين. وتضيف الصحيفة أنه على الرغم من كون الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينظران لصفقات التطبيع مع الدول العربية على أنها بديل لحل حقيقي ونهائي مع الفلسطينيين، فإن الأمر في الواقع ليس كذلك، وسيكون مستقبل إسرائيل في خطر دائم ما دام الفلسطينيون يرزحون تحت الاحتلال. في حالة المغرب، عرض الرئيس ترامب اعترافا بسيادة المملكة المغربية على المنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية. في المقابل وافق ملك المغرب على إعادة فتح مكاتب التنسيق مع إسرائيل، وهذا انتصار لإسرائيل وإن كان متواضعا، ودفع ترامب للزعم بأنه حقق اختراقا ضخما في وساطته بالشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه فالرشاوى التي جعل أمريكا تدفعها لترفيع علاقات إسرائيل مثيرة للقلق، فمقابل تطبيع جزئي مع إسرائيل وافقت الإدارة الأمريكية على شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واليوم تهدد حكومته بالتخلي عن الصفقة لو لم يمنح الكونغرس البلد حصانة من الدعاوى القضائية النابعة من هجمات 11 من سبتمبر. وترى الصحيفة أن توزيع ترامب المتخور للخدمات سيترك الرئيس المنتخب جوزيف بايدن أمام خيارات صعبة، فهو يريد الحفاظ على المكاسب الدبلوماسية الإسرائيلية، ولكن هذه العلاقات المتطورة في مصلحة الدول العربية ويجب ألا تقوم على مقايضات من الولايات المتحدة في أمور أخرى، خاصة في حالة الصحراء الغربية، ولا يمكن وصفها إلا بأنها سياسات سيئة.
نشرت صحيفة دغال الأمريكية تقريراً يلقي الضوء على مسار الأزمة الليبية في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وشددت الصحيفة على أهمية دعم طرفي الصراع وخروج الميليشيات الأجنبية من البلاد وضمان تدفق النفط وأن يحكم الليبيون دولتهم، وأشارت إلى ما وصفتها بتحركات إيجابية لمختلف الأطراف المتصارعة في ليبيا في الآونة الأخيرة. الصحيفة تقول إنه بعد أكثر من عام من المحادثات توصل الطرفان المتصارعان على الحكم في ليبيا إلى وقف لإطلاق النار، إذا تم الالتزام به قد يكون الخطوة الأولى نحو السلام. وأكدت الصحيفة أنه لا يزال الطريق صعباً لأن نص اتفاق وقف إطلاق النار يترك مساحة للعديد من المعاني المتباينة. وتشدد الصحيفة على أهمية أن تحظى الإدارة الأمريكية الجديدة بدعم كامل من الطرفين المتنافسين في طرابلس وطبرق. فالطرف الأول قال هو تحالف رسمي لكنه ضعيف يتمركز في الغرب ويعرف باسم حكومة الوفاق الوطني، بينما الطرف الثاني عبارة عن ميليشيات تتمركز في الشرق وتنضوي تحت اسم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. ولفتت الصحيفة إلى أن المال الليبي المتمثل في بيع النفط سيسد احتياجاتها الخاصة إذا كان من الممكن إيجاد وسيلة للحفاظ على تدفقه، متمثلة في الوصول إلى صيغة واحدة يمكن لمعظم أو جميع الأحزاب الرئيسة قبولها لكيفية تقسيم إيراداته. وتابعت الصحيفة إنه على الرغم من الفوضى التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة الماضية فإن الشعب الليبي لم يواجه هذا النوع من المشاعة الجماعية أو غيرها من المشاكل التي نشهدها في العديد من مناطق الصراع. الصحيفة ترى في ختام تقريرها أن مغادرة الميليشيات الأجنبية ستسمح بتحسين السيطرة على الميليشيات المحلية وإتاحة الفرصة لإعادة الأسلحة، لكن في الوقت الحالي لا يبدو أن تركيا أو روسيا ستغادران، كما أشار المقال إلى أهمية أن يدير الليبيون دولتهم. سيخرج جرس بيغ بن اللندني الكبير في برج إليزابيث في قصر ويستمنستر عن صمته بمناسبة رأس السنة الذي يتزامن مع الخروج الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ سيدق استثنائيا رغم خضوع البرج راهنا لأعمال ترميم. ففي ليل 31 من كانون الأول ديسمبر سيدق الجرس 12 دقة مع حلول منتصف الليل على ما جرى العادة، لكن الآلية الجديدة ستجرب أيضا عند 11 بتوقيت لندن منتصف الليل بتوقيت بروكسل حيث مقر المفوضية الأوروبية، ليقرع الجرس مع انتهاء الفترة الانتقالية التي تلت انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من كانون الثاني يناير الماضي. وأوضحت أجهزة البرلمان أن الجرس الشهير البالغ زينته 13 طنا و7 بالعشرة سيدق 12 مرة مع حلول منتصف الليل احتفاء بالسنة الجديدة، وهو سيقرع بشكل متقطع لاختبار الآلية الجديدة في 29 و30 من كانون الأول، ثم في ساعات محددة في 31 من الشهر منها 11 ليلا احتفاء بالبريكزيت. نتابع الآن الوجه الآخر لحرية التعبير ورسوم الكاريكاتيرية.
نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.